هل كمان بيجيلك احساس خوف وقلق انه هعمل ايه بعد الصباح؟ مش هعمل حاجه، انا همشي بس، انا هتلاقيني في الاشارات بقى بعد كده، انا حسن الصباح بخبط على الازاز وحاجات كده. ماذا يمثل حسن الصباح لمسيره كريم عبد العزيز؟ يمثل اهم نقطه يعني في حياتي، يمثل تحدي كبير جدا، يمثل علامة ونقطة ودور فارق، وسيظل كده على رأس يعني صعب يعني. ترك ايه حسن الصباح جوه كريم عبد العزيز؟ بحاول ابقى هادي، مش عارف يعني هدوء عن هدوء يفرق يعني، ده هدوء شرير احنا مش عايزينه، مش بتاع كده، مش عايزينه. انا بهدى 3 ثواني وبقوم زي ال ترك، مش يعني لسه بنخرج من العمل ومن الاحداث وكده. بتقدر تخرج منه ازاي؟ يعني في ادوار تخرج منها بسهوله، ده دور صعب، بتخرج منه ازاي كريم؟ بتحاولي تبعدي عن اي شيء ليه علاقه بقى بالمسلسل، بتحاولي تتفرجي على حاجات تانية خالص، تروحي الافلام كوميدي، فايل واتقفل في ظهرك. خدي بالك هي مش في يوم وليله يعني، برضه احنا ما بنمشيش في بيوتنا يعني، عشان الناس تبقى فاهمه، انا ما بمشيش في البيت برضه بقول لهم اطمنوا وهرميكم فوق الالعاب يعني، بتبقي حاسه عليكي زهمه كده، مش يعني حتى قاعده في البيت مش مظبوطه، في حاجه مش مظبوطه، واحده في واحده في احداث يوميه. وانا شايف طبعا اي فنان في الدنيا اللي بيخرجوا من عمل اللي بيخرجوا من شخصية جديدة. بمناسبة تطمنه، هو ليه كان حسن الصباح كل شوية يقول له اطمن؟ عشان هيقتلهم. عايزه على الهادي كده. كان يعني بيقولها ازاي كريم؟ كان بيقولها، والله ما اعرف اقولها ازاي، كان بيقولها، هو كان عادة دايما يقولها، كان يبص في الوش وابتسامة شديدة يقول له اطمن. بس اطمني يا لميس. انا كده قلقت يعني. شيء لن ينساه كريم عبد العزيز عن حسن الصباح وعن هذا المسلسل؟ انه تعرض بره بلدنا، انه روسيا بتتكلم، السويد بتتكلم، انه ايران بتتكلم، تركيا بتتكلم، انه لن انسى ان هذا العمل المصري خرج بره نطاق الوطن العربي. بحمد ربنا وحامد وشاكر الف حمد يا رب على هذا النجاح. مفيش حد بيتعب ربنا ما بيكافئوش، مفيش حد بيجتهد ربنا ما بيكافئوش، سواء على الاخراج، تمثيل، ديكور، اللي بيحب شغلته يعني. احنا كبرنا على ايد الاساتذه يعني، طبعا ادي الفن هيديلك.